والسوق اخويا حيت مناسب ومزيان وخير كالم، وهنا كنجيو ليه كل عام وكليان ديالنا كيجيو عندنا لهنايا، والسوق مرتاح زعما كتبيع بخاطرك، ما كاين حتى مشاكل لا شفاره لا والو، هذه مزيانه الحمد لله. تمام بحال الصغر، ما كاينش شي اختلاف اللي مزيانه، كتزاد شويه المصاريف راك عارف، حنا عندنا من 9000 حتى 6000 ضروري كيتشكاو من الثمن ضروري راك عارف، ولكن كيفهموا بنادم راه كيفهم، العلف تزاد كلشي كيتزاد، هذا هو اللي كاين. اختاريت نتقدم على السوق لحقاش فيه الناس مزيانين ومعقولين وكونفيونس، كنشريو من عندهم كل عام، ولفنا هذا السوق ما كيجيو لي العيالات رجال عائلات فهمتي، منظم زوين كلشي زعما دايرين على حق وطريق والحمد لله، زعما لا ما كاينش زحام، كنتقداو على خاطرنا، انت كتشوفي الدنيا خاويه، ما لا لا الرحمه ما نقدرش نمشيو لها لحقاش فيها رجال مخلطين والعيالات ما كنقدروش نمشيو لها، كنجيو غير انا كنكونوا براحتنا كنتقداو براحتنا كلشي براحتنا. قديت اختي من هذا السوق حيت كاين معرفه والناس الثمن مناسب وحسن من السوق بزاف ألف درجه، حيت السوق دابا ما تاخذي الحوله ما تقدريش تخليه عندهم ولا شي حاجه، اما هنا تاخذ الحوله راه تخليه عندهم وتعطيو العلف زوين وعلى حساب الكليان، كلشي تيدير ليك مكتب ليه الراس. جات السوق زوين اختي منظم وموالي واقفين عليه بزاف ديال الحوايج، انا جيت اختي خديت من عندهم وديما تناخذوا من عندهم، الله يعمرها دار، راه ماشي الغلم بحال المليح بالثمن على حساب كل وجه ديالو. وجينا لهاد السوق حيت فيه الامان، ما كاينش الشفاره، ما كاينش الناس اللي معيقين بزاف، وكنبيعوا سلعتنا هنا بالامان 180 باش كنكريو المكازا، زادت واحد شويه على العام اللي فات، هنا عندنا هنا من 140 من 60 حتى 140 من 60000 بدات الاثمنه حتى 140. السوق ديال قسمة مديونة اللي كتنظم كل سنة تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية، كما كتشوفوا معنا راه مجهز مراحيض من إنارة ماء ضوء من لي سيكيريتي الأمن الأمان، عندنا أصحاب الوجبات الخفيفة، عندنا الناس يقدروا يشتريوا ويخليوا هنايا تبقى ثلاث أيام ولا يومين يديو، السوق اللي كيدخلوا ليه جميع الكسابة، كيدخلوا ليه غير الكسابة ما فيش الشنداقة، والكسابة اللي كيدخلوا ليه كلهم من الأكباش ديالهم مرقمة من طرف الوزارة ومعروفين مواليهم، فهمتي باش نتفاداو داك المشكل اللي كان طراو هذه واحد ثلاث سنين ديال كاين اللي خنز ليه اللحم وديال داكشي، لان ديك السابه اللي كيجيونا هنا معروفين كيجيونا منطقه ديال اسفي ديال عبده الشماعيه بني مسكين تين غير مزاب جميع المناطق كيجيونا هنايا داخل السوق. الناس كيفضلوا هذا السوق على السابه لانه اولا مؤمن، ثانيا كتعرضوا فيه احسن الاغنام لمن سرديد الدماني الشجر العنزي الابقار. السوق مزيان هنايا، مزيان هنايا عليك في الامان، السلعه ما نعاودوش هضره، السلعه مليحه حسب عندنا حنا الكليين ديالنا، على الكليين ما كنبيعوا على الكليين ديالنا، السلعه هنايا عندنا حنا علينا في الامان، جات السلعه ديما حنا كل عام هنايا